وضع البلد اليومين دول أهم من كل ده. مفهوم طبعا، وده اللي قلقني. في حاجة كتيرة بتحصل بصراحة، أنا خايف عليكي. أنا كمان كنت خايفة، بس من ساعة ما شفتك اطمنت. اطمنت ازاي يعني؟ اطمنت ان انا عمري ما هعرف اخلص منك. مش بمزاجك، انا لازقة. هو انت بتتفرجش على التلفزيون خالص يا سيف؟ انا بتفرج اهو، بس اللي بيحصل ده ما يطمنش حازم. طب استنى استنى سيف. حازم. حازم. ادخل بدنا نساعدك يا دكتور. حازم يا حازم يا حازم 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 قوم قوم قوم.